الوقت أصبح يجري جري الغزلان، والأيام والأسابيع والشهور والسنين. لا أعلم، هل هذه علامات قرب نهاية الزمان؟ هل هي علامة من علامات قيام الساعة؟ السلام عليكم متابعينا الكرام، فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب تشجيعا لنا، ولنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. هل تعلمون يا أحبتي ما معنى تقارب الزمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق الصعفة. معنى تقارب الزمان أي قلة بركة الزمان، كما سمعتم في الحديث: تكون السنة كالشهر، تمضي عليك السنة ولم تفعل شيئا، ولم تنجز عملا يذكر، كأنه شهر، والشهر يقل بركته، فيصير كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق الصعفة. كم يستغرق وقت احتراق الصعفة؟ بضع دقائق. في هذا الزمن بالفعل افتقدنا البركة في الوقت، وأشعر أن الساعة تسبق أختها، والوقت الطويل أصبح يمر كاللحظة، أو بالأحر كطرف العين. ما السبب أيها الأحبة في تقارب الزمان؟ وما هو السبب في قلة بركة الوقت؟ وأظن أن الكثيرين منكم فعلا يشتكي من هذه القضية. يمر عليك اليوم واليومان والشهر والسنة، والإنجاز قليل والعطاء ضعيف. السبب هو ظهور الأمور المخالفة للشرع في حياة الناس الخاصة وفي مجتمعاتهم. إنه من الغلط ربط قلة البركة ونزعها من حياة الناس بغير القضايا الشرعية. إن علاقتها المباشرة بالأمور الشرعية ولا غير. يشتكي الناس من قلة البركة في الأوقات كما كان في الماضي. يشتكي الناس من قلة البركة في المال. يستلم الموظف 10,000 أو أكثر ولا يدري أين ذهب الراتب. وفي الماضي كان يأخذ نصف راتبه ويجد ما يوفر بل ويتصدق. يشتكي الناس قلة البركة في الأولاد. نعم لديك 7 أو 8 من الولد، لكن أين هم؟ ما وجودهم؟ ما قيمتهم بين الناس؟ هذه وغيرها يشتكي الناس من نزع البركة فيها. والسبب كما قلت أيها الأحبة، السبب نحن ضعف إيماننا وكثرة معاصينا وجرأتنا على الحرام وكثرة تفشي المنكرات في مجتمعاتنا وقلة المنكرين. كل هذا وغيره عاقبنا الله جل وتعالى، وهذه تعد عقوبة يسيرة نزع البركة من حياتنا. قال الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله تعالى: ولعل ذلك أي تقارب الزمان بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأوقات ففيها من الحرام المحض. اللهم ارزقني قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم ارزقني حسن الخاتمة. اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا أرحم الراحمين.